حسنا ها نحن في هذه المحاضره السادسه والاخيره لماذا الجيد بدون السيد لا يكفي عنوان المحاضره الحياه الصالحه احب هذا العنوان حسنا سنعود لبناء البيت تكلمنا عن هذا لبناء بيت نضع الاساس وهو سياده يسوع ثم تكلمنا كثيرا عن هيكل البيت لان الهيكل يربط الاشياء وهذه حياه القداسه والآن سننتقل للجزء الممتع. حين بنينا بيتنا الأول، لم يحمسنا وضع الأساس، وحين بنوا الهيكل تحمسنا أكثر إذ رأينا الأشياء تظهر، لكن حين بدأوا في البلاط والحجرات، كنا أحيانًا نذهب مرتين في اليوم من حماسنا. هذا هو الأمر الممتع في حياتنا والذي يفرح به الله كثيرًا. ستشعرون أني استدرت 180 درجة فيما سأقوله لكم اليوم. ليس صحيحًا. لأن الله مهتم بقداستنا. الله مهتم بالثمر في حياتنا. لذا انتبهوا فالله مهتم بهذا الأمر في حياتنا. حسنا، في البداية لنقرأ أفسس اثنين يقول بولس لأننا عمله: استدر للشخص الجالس معك وقل له: أنت تحفة الله. مكتوب في افسس لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لكي نسلك قولوا نسلك في اعمال صالحه سبق الله فاعدها انت لست فقط مخلوق في المسيح لتكون شخصا ابنا لله بل ايضا مخلوق في المسيح يسوع لتفعل شيئا هذا الذي خلقت لتفعله الله مهتم جدا به وحين تكون مهتما بامر تتشوق له مثل حين اعددت حفله مفاجئه في عيد ميلاد زوجتي كنت اتشوق لهذا اليوم الله متشوق لذلك اليوم في حياتك لتاتي بالثمر الذي خلقت لتعمله اذا يجب ان نسال سؤالا هل طريقه حياتي هل ما افعله جيد في نظر الله ام جيد في نظر البشر غالبا ما نقابل اختيارات في الحياة تبدو جيدة، لكنها ليست اختيار الله الأفضل. إن نظرت لإبراهيم وسارة لقد اختارا بدأ يشعران بالفشل. قال سنساعد الله أن يحقق وعده فأتى إسماعيل مما أدى إلى الفوضى والمشاكل لهم. فأتى الله وقال لهم بصراحة ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة. كانت النتيجه ازعاجا اما لاخرين خسروا الكثير ان رايت شاول اختار شاول ان يسير بطريقته فخسر الملك اريدك ان تنظر للامر هكذا ان مشيت في الجبال وهناك طريق مطروق ستنجذب له لكن ان كان معك مرشد سوف ياخذك لطريق افضل ذهبت مع اصدقاء لي مثل جوش وها هو دون الى ماتشو بيتشو إلى الجبال. كان معنا مرشدون خبراء، لولاهم لما كنت هنا اليوم، ولكنت تائها في جبال الأنديز الآن. لكننا رأينا مشاهد من أجمل ما رأيت. هكذا الروح القدس، هكذا كلمة الله. هي سراج لرجلي ونور لسبيلي. يقول الروح القدس: أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع، يريدك الله أن تنتفع. إذا، ما هي المعايير؟ لما يريده الله في حياتك بتعبير اخر ما هي حدودك بالنسبه للاثمار ولقدرتك على مساعده الاخرين اتذكر حين بنينا بيتنا الاول كان الاول او الثاني لا اذكر تحديدا لكن لن انسى غرفه العرض تلك اعلموا اننا اشترينا بيتا على الورق اخترنا ارخص بيت تحصل عليه في المنطقه لان هذا ما نقدر على تكلفته ولا شيء اخر دخلنا غرفه العرض وراينا الرخام الجميل والاحجار خزانات من شغل القيقب صخورا جميله تصلح للمدفاه ثم انتقلنا من هناك الى قسم به المشمع خزانات مضغوطه خشب مضغوط نجاره سيئه ظللنا نقول للسيده وماذا عن هذا فتقول خارج اطار السعر فاقول هل يمكن ان ناخذ سيراميك فتقول خارج اطار السعر فقط مشمع ظللنا نسمع نفس الاجابه كنا فرحين حين دخلنا لكن لم نكن فرحين حين خرجنا ظلت تقول خارج اطار السعر ليس في نظامكم ليس مسموحا لكم وارى انه احيانا تقول لنا الحياه هذا لكن هل هذا حق هل هذا دقيق كم مره سمعت لا تقدر لا ترفع امالك هذا حلم غير معقول، كن مقبولا وعاديا، أعلى من مستواك، وكلاما من هذا. يبدو المنطق جيدا، يبدو معقولا، لكن هل هو حق؟ لنرى أفسس 23، أفسس 23، مكتوب هنا والقادر، اهتفوا جميعا، قادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب. القوه التي تعمل فينا ليست القوه التي تاتي احيانا بل هي فينا وما هي قوه النعمه والنعمه عطيه لذا النعمه التي تعطينا القوه للقداسه تعطينا القوه لنكون مثمرين وتقدر ان تنقلنا الى مستويات ابعد من خيالنا حسنا يعطينا هذا فكره مختلفه عن تلك التي في غرفه العرض أريد أن أحكي قصة مثالا صغيرا عندنا مالتي بليونير يريد أن يستثمر في الشباب فاختار ثلاثة رجال أعمال شبابا جلبهم لمكتبه وقال أريد أن أعرف أحلامكم أنا قادر انتبه لكلمة قادر أن أقدم رأس المال اللازم لتحقق حلمك فقالت له الفتاة الأولى أريد مخبزاً فقال حسنا ما التكلفة فحسبت الفرن الذي ستحتاجه والفضيات والتشطيبات وكل شيء فرجعت لذلك البليونير وقالت أريد مائة ألف دولار فوضع مائة ألف دولار في حسابها ثم أتى شاب وقال أريد بناء منازل وحسب التكلفة يحتاج عربة يحتاج معدات يحتاج إلى أراض يحتاج المواد الخام فقال أريد مائتين وخمسين ألف دولار فوضع البليونير هذا المبلغ في حسابه ثم أتت بعدهما الفتاة الثالثة وقالت أريد أن أبني مجمعا تجاريا ملحق به مول ومدينة ملاهن فوجدت ألف فدان داخل حدود المدينة وقدمت عرضا بالأمر استأجرت فريق معماريين صمموا مبنيين من 12 طابقا ثم جعلتهم يصممون مول تعلوه بعض الشقق السكنية وجعلت بها مطاعم فاخرة ثم بنت فندقا خمسة نجوم وبجانبه وضعت مدينة الملاهي. بدأت تضع للمول مساحة متاحة وابتدأ ينمو بسرعة، لكن هذا حدث بعد المقابلة التالية. رجعت إلى البليونير وقالت أريد 245 مليونا فوضع هذا المبلغ في حسابها. بعد ثلاث سنوات أراد البليونير أن يعرف ماذا حدث مع أصحاب الأعمال الثلاثة. أتت السيدة الأولى وكانوا كلهم موجودين وقالت بنيت مخبزي أحبه الناس وأربح بضعة ألاف كل شهر ثم أتى الشاب وقال بنيت أربع مبان في السنوات الماضية وربحت مائتي ألف دولار في أربع سنوات ثم أتت الثالثة وقالت حسنا خمسة وتسعون بالمائة من المول مشغول الشقق السكنية كلها مباعة ثلاثة وتسعون بالمائة من المبنى الإداري مشغول استقبل اناسا من كل مكان ليتسوقوا وقالت ان المجمع يربح عده ملايين دولار في الشهر يربح لا يتعامل عده ملايين دولار في الشهر بل ان المدينه اعلنت انها ستكرمني لاننا لم نكتفي بربح عده ملايين بل استخدمنا مئات آلاف الدولارات في إطعام كل فقير وإسكان كل فقير في المدينة. وليس هذا فقط، بل سنأخذ بضعة ملايين ونخصصها لبناء ثلاثة مجمعات أخرى في ثلاث مدن، وقد دربت ثلاثة فرق إدارية ليقوموا بنفس الأعمال هناك. وفي السنوات الخمس التالية سنبني خمسة غيرها. وحين قالت ذلك، المقاول الشاب والمراه صاحبه المخبز شعرا بالحزن فلاحظ البليونير وجهيهما وقال اهناك خطا فقالت صاحبه المخبز طبعا تمكنت من هذا فقد كان معها مال اكثر فنظر البليونير الى الشاب وقال اتوافقها فقال نعم لو كان معي هذا المال لفعلت الكثير واساعد الكثير فقال البليونير لمساعدته: احضري محاضر الاجتماعات منذ ثلاث سنوات واجلبيها لي. فأتت وجلبت له المحاضر وبدأ يقرأ المكتوب فيها منذ ثلاث سنوات. أريد أن أمول أحلامكم وأنا قادر على تقديم المال المطلوب. نظر البليونير للاثنين وقال: لماذا تحسدانها على ما أخذته؟ لماذا تعتقدان أنني ميزتها عنكما؟ قلت لكم جميعاً إني قادر على توفير المال المطلوب، لم أضع أمامكم حدوداً، لماذا لم تضعا أحلاماً أكبر من هذه؟ «ثم نظر البليونير لصاحبة المخبز وقال: لماذا لم تطلبي مخبزاً أكبر؟ كنت سأعطيك المال، لماذا لم تطلبي مالاً للتسويق؟ يحب الناس عملك. كنت ستنجحين، والسؤال الأهم لماذا لم تخططي لمخابز أخرى في المدينة لتقدري على إنشاء سلسلة مخابز؟ ثم التفت للشاب وسأل نفس السؤال، لماذا لم تدرب رؤساء عمال ومساعدين وتبني عشرين بيتاً في السنة بدل هذا المعدل القليل؟ كنت ستوفر فرص عمل، لماذا لم تشتري أراضٍ أخرى؟ لماذا لم تقم مكاتب في أنحاء الولاية لبناء البيوت؟ كنت سأمولك، لأنك ستبني بيوتاً لتأوي العائلات في الولاية. ثم قال لهما: المكسب محدود، لأن المال محدود، لأن الرؤية محدودة. يقول المسيحيون بغير وعي: يجب ألا نملك الكثير. هل يتسق ذلك مع ما تقوله كلمة الله؟ قال يسوع: لأن كل من يستخدم جيدا ما أخذه، سيعطى المزيد، ويزداد أيضا بوفرة. لا يشتكي الله من الوفرة، بل أن تتملكنا تلك الوفرة. في مثالنا هذا، لم يقدم البليونير للكل 245 مليون دولار، كما أعطى الشابة، بل أعطاهم حسب رؤيتهم. إن تأملنا في المثال الذي قال يسوع العبارة السابقة فيه، ستجد التالي: أن كل خادم بدأ بمقدار مختلف. سأقرأ لكم هذا المثل. فاعطى واحدا خمس وزنات واخر وزنتين واخر وزنه مقسما لكل واحد على قدر طاقته ساتكلم عن هذا الامر لاننا نهمله كثيرا قدراتهم كانت متسقه مع ما ينتظرونه الفتاه الاولى انتظرت مخبزا والشاب انتظر بعض المباني في السنه اما الثالثه فما انتظرته تطلب مالا اكثر. كانت تريد ان تساعد اناسا اكثر. افضل استخدام للتمكين، اكتبوا هذا، افضل استخدام للتمكين في بناء الناس. ان نظرنا جيدا للمثل نجد حقيقه هامه، هناك خادمان امينان، لكن في قصتي واحده امينه وتضاعفت، الاخران فشلا. تكلم يسوع عن الزيادة لأنه في مثل يسوع ستجد أن الذي أخذ الخمسة وزنات تضاعف ليصل لعشرة، والذي أخذ وزنتين تضاعف لأربعة، والذي أخذ واحدة حافظ على ما أخذه. نظر يسوع للاثنين الأولين وقال إنهما جيدان. يسوع هو الذي قال هذا: أيها العبد الصالح والأمين. ثم قال للذي حافظ: أيها الكسلان. حسنا تذكروا موقفي في غرفة العرض لا تقدر لا تقدر غير متاح غير متاح ونرى الحياة هكذا هل الحياة هكذا؟ اتقولون لي الله غير قادر ويسوع يقول للمؤمن الكل مستطاع ما هي موهبة الله في حياتي؟ موهبة الله في حياتي التعليم ولأني أخلصت في استخدام ما أعطاني زاد الله تأثيري. أذكر حين كتبت أول كتاب لم يريده أحد، فأخذته وبعته في الاجتماعات. كتبت واحدًا آخر لم يقبله الناشرون، وأخيرًا قبله أحدهم. وأصبح الكتاب من أعلى المبيعات عالميًا. ثم بدأنا في المناهج كهذا، وبدأنا نساعد الكنائس حتى تكون أقوى. والآن أكثر من 23 ألف كنيسة يستخدمونها وقال لله كنت أمينا وجيدا مع المتكلمين بالإنجليزية والآن تكلم للعالم فقلت لفريقي أعطاني الله كلمة سنوصل هذه المناهج ليد كل راع في العالم أتعلمون؟ في الأربع سنوات الماضية وزعنا تقريبا 5.5 مليون كتاب لرعاة في أنحاء العالم رعاة في إيران والعراق وسوريا والاردن ولبنان لماذا لانه قال ان استخدمت ما اعطيك سازيدك واقول لكم كثيرا ما نقول لقد ولدت بلا مميزات ولدت فقيرا لم اولد بمواهب هذا الشخص كل واحد ولد له موهبه في الاقل واحده وسيعطيك الله اكثر حسب قدراتك وقدراتك هي رؤيتك لهذا قال يسوع عبارة من له سيعطى ويزاد أيضا يريدك الله مثمرا وهو يريدك منتجا هل تقولون أمين لهذا؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل الفيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org إذا هناك الكثير يمكن أن يعمله بنا الكثير جداً إن نظرت إلى رسالة الله لنا في أفسس 23، يقول إن نعمتي يمكن أن تتعدى الحدود التي تضعونها. ما هي الحدود التي نضعها؟ الحدود هي ما نطلب أو نفتكر. يجب أن نعرف أن بولس صلى لكي نعرف ونفهم أنها فائقة، اسمعوا هذا، فائقة لا تقاس، وغير محدودة لا حدود لها. وعظمته فائقه اعظم من اي شيء هذه قدرته فينا ومن اجلنا نحن المؤمنين وهي لا تحل علينا احيانا انها فينا يريدك الله ان تكون مثمرا يريدك ان تتضاعف ما هي الوصيه الاولى التي اوصانا بها حين جلبنا الى الارض اثمروا واكثروا لم يقصد الانجاب فقط بل يقصد كل ما أأتمنكم عليه أكثروه. كبروه، لأنه يفرح حين تثمر حياتك. أتعلمون؟ أنا لا أفهم، دعاني الله أنا وليزا لنعلم حول العالم ولكني أرى القس كولين والقس دينيس يخدمان بأمانة في أتلانتا. وكم ضعف الله تأثيرهما، تعلمون لماذا؟ أولًا لأنهما يحبان الله والناس. ثانيًا لانهما اكثر ما اعطاهما فقال ساعطيكما اكثر هذا ما يريده الله لحياتك وهذان الراعيان مثال حي لكن هناك عامل قولوا عامل وهو اساسي لتحقيق ما قلته لكم للتو يمكن تلخيص هذا العامل في كلمه اريدكم ان تكتبوها الكلمه هي التمييز قولوا التمييز ساعيدكم إلى آيات المحاضرة الأولى، قال بولس: "وأما الطعام القوي فللبالغين أي الناضجين، الناضجين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر". كيف نميز بين الخير والشر؟ خاصة حيث يستشري الخداع. كيف يمكننا ألا ننخدع كحواء؟ إن كانت قد انخدعت وهي في بيئة الكمال، فكيف لا ننخدع نحن؟ هذه الكلمة ستحفظنا، إنها مخافة الرب. انظروا إلى ملاخي النبي. ملاخي قال في الأصحاح الرابع نبوة تناسب الأيام الأخيرة كثيرا، أيامنا هذه. قال: سيكون هناك ثلاثة أنواع من الناس. نوعان منهم في الكنيسه لذا دعوني اركز على الفرقتين الموجودتين في الكنيسه قال فرقه من الكنيسه ستمر بضيقات واضطهادات سينظرون الى الخاطئ الشرير وهو ينجح هو بخير وهم يعانون يقول انهم سيتذمرون سيقولون ماذا استفدنا من خدمه الله او من طاعه الله انا اعاني كثيرا وانظر الى هذا الشخص يخطئ ويستمتع ويضحك انه بخير هذه فرقه في الكنيسه يتذمرون الفرقه الاخرى تمر بذات الضيق وتمر بذات الاضطهادات ولكنهم لا يتذمرون يتحدثون عن كلمه الله الله عظيم اثق بالله امر بهذه الاضطهادات الان لكنه سيخرجني منها ماذا يقول الله عن هؤلاء قال انه سيجعلهم كنزه الخاص ثم قال هذا عنهم فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير بمعنى انكم قبلا كان من السهل ان تخلطوا بين الصالح وغير الصالح الرخاء خطه الله لكنه يمكن ان يصبح سبب انهيار او فرصه جيده إن كان الرخاء هدفك، فبالتأكيد ستقع في الفخ مثل حواء وقايين وبلعام وقورح وشاول وجيحزي ويهوذا وإسكندر وكثيرين غيرهم. ولكن إن كان إرضاء الله هو هدفك، ستميز بين الخير والشر وستتعامل مع الرخاء بنجاح. دعوني أوضح الوضع: كلما خفنا الله، زادت قدرتنا على التمييز. اسمعوا هذا مخافه الله ليست الخوف منه مخافه الله هي الخوف من الابتعاد عنه اريد قلبا كقلبك يا رب يحب ما تحب ويكره ما تكره وما يهمك يهمني فيصبح ما يهمني هو المهم بالنسبه لك مخافه الله هي التفكير مثله لهذا خائف الله يكرهون الشر لم اقل لا يحبون يكرهون لا يكرهون الخطاه بل الخطيه يحبون الخطاه قلبهم كقلب الله لنرى سليمان قال سليمان في بدايه حكمه اعط عبدك قلبا فهيما لاميز بين الخير والشر كان سليمان يعرف ان التمييز ضروري لتفرق بين الخير والشر لذلك طلبه من الله واصبح احد اعظم الملوك وقال ايضا ان رفعت صوتك الى الفهم اي التمييز ان طلبتها كالفضه وبحثت عنها كالكنوز فحينئذ تفهم مخافه الرب تعرفون ما المؤسف فقد سليمان مخافه الله وبالتالي فقد التمييز اصبحت الحياه محيره امامه في نهايه حياته لانه قال الكل باطل وقبض الريح لا يعرف انه الان يرى الخير شرا والشر خيرا لكن الامر الرائع انه في نهايه حياته سفر الجامعه كله عن شخص كان عنده تمييز لانه كان يخاف الله لكنه فقد مخافه الله لان متعته اصبحت اهم من طاعه الله فقد مخافه الله فاصبحت الحياه محيره الشر اصبح خيرا والخير شرا وتاه لكن في نهايه حياته عاد لصوابه انظر ماذا قال في نهايه حياته فلنسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله آمين كما ترون يجب أن يكون شغفنا الأول هو مخافة الله إن كان الوضع هكذا لن يخدع عن الرخاء حسنا لنرى كلمات سليمان عندما كان حكيما اسمعوا في أمثال 11 يقول من يتكل على غناه يسقط اسمعوا هذه الكلمات من يتكل على غناه يسقط لكن نفس الشخص كتب هذا انا الفهم عندي الغنى والكرامه وكتب في امثال 22 ثواب مخافه الرب هو غنى من ناحيه يقول الغنى يسقط الانسان ومن ناحيه يقول ان خفت الله الغنى سياتي اليك لماذا المهم كيف نفهم الامر الغنى الحقيقي ان اردت الحقيقه هو مصدر لتغني الاخرين لكي تحقق الهدف من وجودك على الارض السؤال الذي يجب ان تساله لنفسك كل يوم هل حافزي اليوم هو مخافه الرب ام حافزي هو الغنى والرخاء يجب ان تسال نفسك هذا السؤال كل يوم لانه سيغير حياتك ان كان هدفك هو مخافه الرب هذا سيحفظك من خدعه الانزلاق في الشر لتحصل على الخير إن كان هدفك، دعوني أوضح هذا. انظروا إلى جيحزي، كان خادما لأليشع. كان من المعتاد أن يحضر الناس تقدمة للنبي. عندما شفي نعمان، كان معه ثروة. قال أليشع: أنا لا أريد مالك، أنت أجنبي، أريدك أن تعرف أن الله فعل هذا. قال جيحزي مساعده: أنا تركت كل شيء من أجل الخدمة. سيدي مجنون. لقد جن. هذه الثروة أجرته التي يستحقها على ما فعله، فجرى وراء الرجل، فأصيب بالبرص، لأن الرخاء كان أهم عنده من مخافة الرب. ما هو ملخص هذا؟ كثيرون يقعون في الفخ بسهولة. تذكروا جيدا هذه العبارة. الفخ الذي تقعون فيه حين يكون الرخاء أهم من مخافة الرب هو الغاية تبرر الوسيلة. ننظر الى الغايه ونقول انها صحيحه يمكننا ان نصنع الشر لنصل اليها هذا خطا لان مخافه الرب تعطيك القدره للوصول الى تلك الغايه بانتظار الرب وفعل الصواب ولكن لا تفعل الشر لتصل الى ما تعتبره خيرا اما زلتم معي انظروا ليسوع لقد قدم ابليس الى يسوع فرصه قبل اوانها اخذ الشيطان يسوع عاليا واراه جميع ممالك العالم وقال ساعطيها لك لانها اعطيت لي اعطاها له ادم صحيح ساعطيك الممالك التي جئت من اجلها لن تضطر لان تصلب وتعاني كثيرا ستاخذها ان سجدت لي هذا يبدو سخيفا لك تقول هذا سهل لكن هل يمكننا تعريف السجود ما هو؟ السجود ليس ترنيمة هادئة، إنه يشير إلى من نطيع. السجود ليس ترنيمة هادئة، إنه يشير إلى من نطيع. تعرفون إبراهيم؟ افتح الكتاب وفي أول ذكر لكلمة السجود ستجد الله يعرفها. قال إبراهيم لخادمه: أنا وإسحاق سنصعد، سنسجد ونرجع. لم يكن سيرنم ترنيمة هادئة، كان سيطيع الله عندما أمره بشيء كان يبدو غريبا. قال: سنسجد ونرجع. كثيرا ما يعرض إبليس ما وضعه الله في قلوبنا، لكن طريقة الحصول عليه تكون غير نزيهة. نسجد لإبليس لنصل لوعود الله. لم ينخدع يسوع. بل قال لن اسجد لك لم يقصد الترنيم قال لن اساوم على التقوى ومخافه الرب لاحصل على هذا سانتظر طريقه الله والان لو قارنا بين يهوذا ويسوع نرى فرقا كبيرا لنرى يهوذا لنتعلم مما يعرضه لنا الكتاب عن حياته هو يتجاهل الحق ان كان هذا في مصلحته كان يختلس من اراده الخدمه كان مخادعا خان قائده لم يبالي بالفقراء كان منافقا وله صفات اخرى تتمركز حول الذات اسمعوني جيدا امراه غنيه ذات يوم كان يسوع وتلاميذه في بيت وجاءت امراه غنيه وفتحت عطرا بثلاثين الف دولار وسكبته على يسوع أفهمتم؟ أترون الصورة؟ اغتاظ يهوذا جدا وغضب وعبر عن اعتراضه على المرأة وقال هذه الكلمات: هذا العطر يساوي مرتب عام كان يجب أن يباع ويعطى للفقراء. تعليقه منطقي وجيد يبدو جيدا تأثر التلاميذ ووافقوه. يسوع صحح هذا، قال: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، دع عملها حسنا، سيخبر بما فعلته هذه. اسمعوني جيدا، تعريف يسوع لعمل المرأة حسنا وتذكارا. يهوذا رأى أن عمل المرأة سيء وزائل. أتعرفون ما هي الآية التالية مباشرة؟ ثم إن يهوذا الاسخريوطي واحدا من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم. الآية التالية. القشة التي قسمت ظهر البعير، أخذها يهوذا. ضاق ذرعا بقيادة يسوع. كان يتوقع أن يعيد يسوع عرش داود قال الأنبياء ذلك ويهوذا كأحد أتباعه المهمين كان سيشتهر جدا ويحظى بغنى وسلطة قال يهوذا أظن أنه فكر هكذا سأعجل الأمر لن أنتظر أكثر أريد مركز القوة والنفوذ والغنى اكتفيت من كوني مصدر سخرية واضطهاد القادة لا اريد الاستمرار كتابع لمجنون فيما بعد ان سلمته للقاده سيظهر قوته وينشئ ملكوته وساخذ مركزي ربما تشك في وجهه نظري لكني اظن ان فكرنا سنتفق كان يهوذا يرى قوه يسوع فقد اوقف عواصف مميته تكلم مع الاشجار فماتت اخرج مالا من سمكه هو يعرف قوة يسوع سمعه يتحدث عن ملكوته يعرف أنه المسيا وأنه سيقيم عرش داود وسيقيم المملكة أراد تعجيل الأمر اتهم امرأة بفعل سيء رغم أنه فعل يذكر واعتبره يسوع حسنا لهذا نحتاج التمييز يهوذا لم يميز لأنه لم يخف الله نحتاج التمييز لأنه بدون تمييز لن تفرق لن تقدر ان تفرق بين الصالح وغير الصالح هذا هدف هذه الرساله بناء شعب لديه تمييز ويرى الامور بنظره الله ويقدر ان يميز الخير من الشر ولا ينخدع بفلسفه خاطئه تسمي الخير شرا والشر خيرا نحتاج اناسا يقومون ويعظون بكلمه الرب لان كلمه الرب تعلمنا نحن في بيئه عدائيه في ارض العدو لدينا كلمه الله التي تعلمنا الصلاح وكيف نعيش وان لم نبدا قراءه الكتاب ونتوقف عن قراءه تعليقات الاخرين على مواقع التواصل ونبدا في قراءه الكتاب ونطلب من معلمنا الروح القدس يفتح اعيننا سنكون شعبا ينخدع بسهوله فيقول يسوع لنا كما قال لكنيسه لودوكيه انا مزمع ان اتقياك او ربما يقول لنا سازحزح منارتك او كما قال لكنيسه ساتي كلص او كما قال لاخرى سالقيك في فراش المرض لنفهم يسوع يكلم كنائس ليست كنائس خياليه بل كنائس حقيقيه في العهد الجديد لماذا لانهم احبوا العالم والذي يحب هذا العالم يصبح عدوا لله ولا اريد معاداه الله احد الامور التي تحفظني من ان اخون زوجتي ليس حبي ومخافه الله فقط بل خوفي من ان تعاديني لا اريد معاداه الله لان الله محب غيور نحتاج شعبا يعدون عروسا الصفه الاولى في الكنيسه التي سياخذها مقدسه لم يقل مخلصه او خاضعه للقياده او مشهوره او كنيسه محبه او ودوده مقدسه هذا فقط تعلمون اهم صفه من صفات الله كلها قدوس يوحنا واشعياء ذهبوا للعرش ومازال الملائكه يصرخون قدوس انه امين ومحب ونور لكن اهم صفه في صفاته قداسته امر مثير اهم صفه في صفات الله محبته وامانته وكل هذا القداسه والصفه الوحيده للكنيسه التي سياخذها هي العروس المقدسه ولا نذكرها حين يكون لكم هيكل القداسه لن يضركم الرخاء أظن أن الله حزين جداً على كل من فهم الرخاء والنجاح بدون الهيكل فدمرهم الرخاء والنجاح، اسمعوني أصلي أن يقوم بيننا جيل، جيل مقدس يثمر ثماراً وفيرة تجعل الناس يقولون لنا كيف تعيشون هكذا؟ كيف تثمرون هكذا؟ ونحن سنجيب اجابه تجعلنا نختلف عنهم الان لا يوجد فرق كبير بين سلوك الكنيسه وسلوك العالم سنجيب عليهم لان حياتنا ستلفت انتباههم ان قلت لي اريد ان اكون مقدسا اريد القداسه اريد العيش معه كسيد وان اكون مثمرا اريدك ان تقف وسنصلي الان سنختم المحاضره بالصلاه تذكروا فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه سنتقدم بثقه ارفعوا ايديكم وقولوا هذا الكلام معي كرروا هذه الصلاه بعدي ابي في اسم يسوع اشكرك لانك منحتني ان اميز الخير والشر اريد ما تراه انت خيرا انا اليوم اقبل يسوع المسيح بفهم اعمق كاعظم سيد في هذا اليوم انا اتعهد بنعمتك اني ساسلك سلوكا مقدسا تقيا انا اليوم اسالك نعمه لاكون مثمرا وتقيا ومثمرا فاختلف عن العالم في اسم يسوع والان ساصلي لاجلكم ابي اصلي لاجل هؤلاء اصلي وانا اعلن عليهم نعمه الله واعلن عليهم حياه تقيه واعلن عليهم كلمه الله لتكن الكلمات التي قيلت في هذه المحاضره مصدرا للحياه والحريه والاثمار في حياتهم بدءا من اليوم باسم يسوع نطلب أن تمنحنا كنيسة مجيدة كنيسة مقدسة كنيسة مستعدة لتكون عروس يسوع المسيح نسألك في اسم يسوع كل من يوافق يصرخ أعطوه المجد آمين آمين